السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. اليوم عندنا تجربة للاعب أليخاندرو جوميز، لا اللاعب الأرجنتيني اللي بيلعب مع إشبيليا. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، ولا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وخلينا نشوف لقطة أليخاندرو جوميز. بسم الله. شوف 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 يا عم، شوف 92 تمرير، 91 تسديد، سرعة إيقاع اللي هي على ما أظن 95، الرشاقة 100، تخيل قوة التسديد 102، الإنهاء 92، سرعة الركض 91، يعني لعب عرض يعني التحكم بالكرة 105، فمش طبيعي هاللاعب. فبسم الله نبدأ بتجربته. المباراة وجها لوجه، بسم الله خلينا ننطلق. ويا جماعة طبعا راح نجمع بهذا المقطع لاعب زائد 84 من دوري الأبطال مضمون. وبسم الله جوا. وين 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 خاندرو، وين وين خاندرو، وينو وينو الأرجنتيني؟ يا والله غلط، لا وينو السفاح الأرجنتيني؟ تمشي عند السفاح الأرجنتيني يا ولد يا ولد يا ولد يا أليخاندرو، والله وحش وحش يا أخي اللاعب. شوف الجول ار2، شوف 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 اول هدف طبعا دقيقة 8. بسم الله على الاهداف الباقي، كيف ما جت شيء راكي جوميز. روح الله يا جوميز، الله يا القصير، يا الهي ركس الدفاع وركس راموس، مجنون هذا القصير الارجنتيني، مجنون. شوف شوف سوى براموس، يا الهي صغير يا اخي صغير، شوف 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 يعني الفرق بينه وبين راموس. جماعة اللياقة شكلها عنده صفر، عادي بس عادي. تخيل هاتريك بشوط، لا والله مش طبيعي، كان مش طبيعي. تختبره بالراسيات، وينه؟ لا هو مش بالراس، فعادي. أليخاندرو، اوه يا أليخاندرو، اوه هاتريك بشوط، هاتريك بشوط يا قناص، قناص يا قناص. شوف 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 هاتريك بشوط بشوط. طبعا الخلط حنخليه عليه صار، يلا يا ثي عليها صفر يا حكم. وخلط خلط اخر دقائق يا شباب، خلط الرابع يا جماعة. طبعا طلع على خندرو جوميز، ايه طلعته لحالها والله ما بعرفش كيف، بس عادي عادي. بس والله العادي بحبهاش من ايه يعني تغيروا لي اللاعب وهيك، لا ايه اوه المراوغة، لا لا كلش هيقول كلش هيقول كلش هيقول، لا يا مجنون لا يا مجنون، مجنون هذا الصغير مجنون. شوف شوف وسحب ام الدفاع، رسالي سحب من الدفاع والله. وينو وينو شوت، اوه يا مجنون يا أسطورة يا أخو جوميز، صراحة والله يعمل فيزيكال أسطوري فيها يعني أوف، ويخرج القدم يا سلام. شوف هاي بالويك فوت، هاي بالويك فوت، يا سلام يا جوميز. شوف والله لساتني على وضعي، هو بشوط يمين يا اخي، شوف الويك فوت باليمين والله ما بعرفش مين الويك فوت لانه اسطوري،
لأنه أسطوري بي حتى باليمين وباليسار، وفي السوري يا ستار هو الخيط غصب عني. قمز 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 يا ولد يا ولد يا قمز يا أسطورة يا قمز، شوف 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 شوف، جابها جابها وحطها وحطها وحطها، جابها وحطها وحطها وحطها، يا سلام. ماك يلا وي قميص وي قميص، الله يا قميص الله يا قميص، بعد جولين السلك قميص ولعت معه، شوف 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 ركز بيول، الله يا قميص الله الله يا الولد ولد صغير. ايه شباب بس لهون كان انتهى المقطع، السلام عليكم.